التقت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيره شؤون الشباب مع السفيره الدكتوره هيفاء ابو غزاله مساعد الامين العام لجامعه الدول العربيه ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعيه بالامانه العامه لجامعة الدول العربية جاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن وإطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028 في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأشادت سعادة وزيرة شؤون الشباب خلال اللقاء بالجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة الدول العربية للنهوض بالعمل العربي المشترك في القطاع الشبابي، وحرص الجامعة على تبني التجارب الرائدة في تمكين الشباب في مختلف المجالات من جانبها أشادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بجهود مملكة البحرين في تطوير قطاع الشباب في مختلف المجالات، مؤكدة على حرص جامعة الدول العربية على دعم الشباب العربي ومستقبله، والعمل على تأهيلهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، وتعزيز حضورهم على المستوى العالمي.